إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال كهامة بيضة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صدهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عباد الله، موضوع خطبتنا اليوم موضوع بالغ الأهمية وبالغ الخطورة على حد سواء، موضوعنا بعنوان: المحبطات من الأعمال في ضوء القرآن والسنة. الآية والحديث اللذين استفتحنا بهما يبينان لنا أن هناك أصناف من الناس، بل أصناف من أمة محمد، يقومون الليل ويصلون، ولكن رب سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل أعمالهم هباء منثورا. فالقضية في غاية الخطورة، كل واحد منا يعرف مع نفسه موضوع خطبتنا: المحبطات من الأعمال في ضوء القرآن والسنة. إذا هذا الصنف لهم نوافذ، يقومون الليل، يحجون، يعتمرون في كل عام، يصلون بالجماعة، يزكون، يقرؤون القرآن، ولكن الله جل وعلا يجعل كل هذه الأعمال هباء منثورا يوم القيامة والعياذ بالله. فما السبب في ذلك؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال القرآن والسنة. المحبط الأول: كراهة ما أنزل الله. وهنا أدعو نفسي وإخواني إلى إعادة قراءة سورة محمد، وتسمى كذلك سورة القتال. نقرأ القرآن ولا نفقه من شيء، وأنا أولكم. نرجع من المناسب اليوم فقط، كل واحد من يرجع يقرأ سورة محمد بالقتال. يقول تعالى في سورة محمد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يصلي ويصوم ويعش ويعمر، ولكنه يكره شرع الله أو بعض الأمور في شرع الله، يكره تحريم الاختلاط، يحب الاختلاط بالعيب، يكره تحريم الربا، لما تقول له راهو ربا حرام، وراهو قروض ربوية حرام، عنده حرج يدخل في الآية هذه. إذا سمع درسا أو خطبة تتحدث عن تحريم التبرج وعن وجوب الحجاب يغضب من الإمام ويحتج: إيش فيه يقول إنسان علي وبناته علي ووصفه واحد وتوب إلى الله؟ يتغشش يقول: أنا غلط، وأرجو الله أن يغفر لي وأن يصلح ونصلح نفسي ونجتهد. لا، يحتج على الإمام والمدرس اللي يقول قال الله قال الرسول. المؤمنون الصادقون يدعون إلى تحكيم شرع الله بكل شيء، في أنفسهم، في تربية أبنائهم، في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع. المؤمن الصادق منهجه يحب شرع الله عز وجل، مش مرتبط بأشخاص ولا بأحزاب ولا حتى شيء، هدفه دعوة إقامة شرع الله في الأرض. هذا المؤمن الصادق. ولكن هؤلاء اللي يدخلوا في الآية هذه ينتمون إلى أحزاب وجماعات، يمشون عن أحزاب وجماعات، مع أنه شرع الله. هو قال: كان علمين، لا أكثر بالشريعة، أنا دولة علمانية. هذا يدخلون في يكره ما أنزل الله وأحبط أعماله. صلاته وصيامه وعشره وعمره لا تساوي شيئا. لماذا؟ لأن في قلبه كره واشمئزاز مما أنزل الله تعالى من أحكام.
لأنه لما يرى شاباً ملتزماً بالسنة أو فتاة متعشمة أو منتخبة يشمئز منها ويحتقرها ويبدأ في قلبه شيء من الاشمئزاز. وهذا ما الكثير موجود بكثرة وحتى بين المصلين. هذا يخشى على نفسه أن يدخل في الآية لكلب ما أنزل الله فأحبط أعماله. لكن حج العمر والصلاة والقرآن وكل شيء أباه المنظور. المعبر الثاني في قوله تعالى في نفس السورة، سورة عظيمة، استمعوا إلى هذه الآيات، نحن نقرأ بطمع، نقرأ بطمع نفهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، يعرف الهدى ويعرف الحق، الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسراركم. شنو النتيجة؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. آيات في غاية الخطورة لو تمعنا فيها بقلب صادق، قلب الإنسان اللي عارف أنه مش يقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، ما عندوش حساب آخر. استمعوا إلى خصال هذه الطائفة من الناس، وصفهم الله بالارتداد. الارتداد هو مش بالضرورة الارتداد للخروج من الدين، لا، الارتداد يكون الإنسان ماشي في الدنيا ويعرف الحق ولكن ما يقول ما عليه يمشي في الدنيا الحق ويرتد ويبدأ يراوغ كمش. وصفهم بالارتداد بعد أن تبين لهم الهدى، أي أنهم يعرفون الحق ويعرفون أن شرع الله هو الحل، ولكن ماذا فعلوا رغم معرفتهم؟ قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. قالوا للذين يكرهون الشريعة من كفار أو من منافقين وأسلام، كل اللي يكرهوا الشريعة يجيوا يقولوا لهم سنطيعكم في بعض الأمر. لا تخافوا، لن نصعد الصور بقوة على الشعب، لن نطبق الشعب. اطمئنوا اطمئنوا، لا تخافوا، سنمشي في حرب الشعب. يخشى عليهم أن يدخلوا في هذه الآية. ولن نرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الولاء. هو الولاء، انا مسلم، نعم الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى بمشي وربي سبحانه تمكين عند الله، انا نعم الذي عليه وعلى قال الله قال الرسول طبع والنتيجه على الله عز وجل. اما اني احاول ارضاء الذين يكرهون شرع الله فلن اصل الى نتيجه واخاف على نفسي من ذلك. وآية أخرى في نفس المعنى، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنهم لمشركون. شياطين الإنس والجن يبدأوا يفتنوا، هيا يبدأوا يثيروا في الشبهات، الحجاب، النقاب، تعدد الزوجات، ونحن للأسف الشديد حتى أهل العلم منا نبدأوا نداهنوا حتى في دينهم. يا خويا بين الشعب وابعد على روحك، ابعد على روحك بين الشعب، ما فيش مش في الشعب. الشارع العام فيه تعدد الزوجات بضوابط صحيح لكن موجود. العجب ان نقرا علماء ويبداوا يدوروا في الشارع، لماذا؟ ويشرطوا الذين يكرهون شرع الله. وهذاك علاش نحن في ظل ورا ظل وفي هزيمه ورا هزيمه، ولن نقوم لنا قائمه نقول قال الله كذا، قال الرسول كذا، وهو حكم الشرع برا انتم على الرؤوس. وهذا توفيق في المنابر العلميه، كيفاش يشوفوا في الامور اللي موجوده في الشارع ويؤثروا فيها. آية ربنا معنى آخر في هذه الآية سنطيعكم في بعض الأمر. أغلب المجتمعات الإسلامية مجتمع الاسم محمد وعلي وصالح، ولكن نمط الحياة نمط غرب في السلوك في الاحتفالات في السهرات في كل شيء. سنطيعكم في بعض الأمر، نحن مش سنطيعكم في بعض الأمر المجتمع بتاعنا، لأن نحن وراكم بكل شيء. تدخلوا في كبير ندخلوا معكم. قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من حولكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في شعر ضب لاتبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن غيره؟ قال فمن اي فمن غيره؟ المهبط الثالث الصد عن سبيل الله ومشاققه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى وهي الكثيره التي معنى ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، شوفوا من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم.
الصد عن سبيل الله. المؤمنون يدعون الى توحيد الله والى اقامه شرعه والى اجتناب المحرمات والى تطبيق شرع كل شيء والى الصلاه والحفظ القران والالتزام بالجماعه. وهذه الطائفه المذكوره في هذه الايه يدعون الى افكار ومناهج غريبه مستورده من الشرق والغرب من اعداء امه محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمنون يدعون الى عماره بيوت الله والى اقامه الدروس وحلقه التحفيظ وترسيخ العقيده وتصديق القران، وهم يحاربون بيوت الله ويحرضون عليها صباح مساء. كان المجتمع الذي كان وحيد بركه هي بيوت الله، فيها بيوت الله تجاوزها نعم، ولكن نسبتها ضئيله، ولا تجاوزها سيدي عقبه وطبق عليه قانون معمول. لكن ان نجعل بيوت الله هي رقم واحد، مشاكل بلاد كلها واقفه، وناس مضطره، وناس موقفه الاقتصاد، وناس عامله مصائب، ودروب في الاسياد، وسرقه ونهب، ومشاكل عائليه، هم بيوت الله، بيوت الله، بيوت الله، وين حل الدمسه بيوت الله، بيوت الله، بيوت الله، ومن اظلم مما منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها، اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم، فلينتبه اي واحد. ينمي ساهم بقريب او بعيد من معقد مسار بيوت الله تعالى، لطفه الايه هذه وعن الخزي العظيم في الدنيا والاخره. اما مشاققه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو القلب في منهجه والسخريه من سنته، وهو الاعتقاد ان شريعته غير صالحه لهذا العصر، ترجع بين 14 قرن. ايه اخرى في نفس المعنى: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وشهر القول لا مش شهر القول الحسي، هذا ممنوع ومحرم كبيرة على عهد الرسول، ان الرسول لما يتكلم الناس كلها تخفض صوت امام الرسول، ولكن المعنى قادم الى يوم القيامه: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت الرسول، لا تقدموا افكاركم وافكار الملاحده على قال الله قال الرسول وعلى منهج محمد. اذا قدمت اي حاجه على قال الله قال الرسول دخلت في الايه هذا وسيحبط العمل بلا شك. اول شيء هو قال الله قال الرسول، ولما تجي حاجه مستحدثه نرجع الى قال الله قال الرسول، نحاول نستنبط نحاول نفكر، لكن ديما المرجع هو القران والسنه، لا نقدم شيء بين قال الله وقال الرسول. يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى يوم اخر في الضيف على المساجد يكفي ان الامام اللي مشرع سواء بندان ولا غيره يحفظ قال الله قال الرسول غني واحد غني واحد. فلا وربك قسمهم بالثلاث، فلا وربك لا يؤمنون مفاعل الايمان الا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يشكو في انفسهم حرجا مما قضيت مطمئن. هذا قال الله وهذا قال الرسول وهذا الشرع قال غني قال حتى اذا رد يا ربي سمعني اما نعم الله هذا قال الشرع وانا ربي شرعي فيه من صح. هذا مسج النقطة الرابعة: هداية المسلمين بأي شكل من الأشياء. وكلكم يعرف الحديث الذي رواه مسلم عن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل ان يلقى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حديث خطير مربوط بمربوطات الاعمال. بذات المؤمنين، بذات الناس باللسان ولا باليد ولا باي شيء من الاشكال، اي شكل من الاشكال. شوف هنا معناها ياتي بصلاه وصيام وعش وزكاه شيء بالعمل كله لكن ولا تمشي، لانه لماذا؟ لانه هذا عباد الله بلسانه وبيده وباي طريقه. كلمه واحده عباد الله في سخط الله قد تهوي بالعبد في جهنم. كلمه جارحه العبد من عباد الله توفيه كلمه تهوي في جهنم ويمشي بالعمل كله الاباء المنظوره. سب الله عز وجل كما هو منتشر في بلادنا، سب لدين الله، سب للرسول صلى الله عليه وسلم، كلمه واحده تهوي بالانسان في جهنم في حاله غضب يطلق الكفر ويطلق السب يهوي في جهنم والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا.
ظلم العباد بأي شكل من الأشكال هو أخطر الذنوب على الأخلاق، وهو من أكبر محبطات الأعمال. والظلم قد يكون بكلمة أو بغيبة أو بأكل أموال، وما أكثر هذا في مجتمعاتنا وبين المصلين. يأكل أموال الورثاء ولا يأكل أموال أيتام، ويجي يصلي ويحج ويعمر ويعمل ويعمل كل باء منثورا. ما باء منثورا، حجه حرام وصلاته حرام وكل شيء شيء، لأنه لماذا؟ قاموا على مال العورثة، مال الأموال متاع الناس. يقول تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أشيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجرا. قل والعياذ بالله كما هو منتشر. هذا شؤون خصمهم يوم القيامة، خصمهم الله جل جلاله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.